فانا عايز اقول بقى في كذا حته تانية دلوقتي. كابتن عادل مأمور المدير الفني لمركز حراسه المرمى في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، والحقيقه نادي الزمالك غني جدا جدا بالحراس المرمى في قطاع الناشئين، ودايما بيطلع لنا نجوم مميزه، سواء بيشاركوا مع الفريق الاول او سواء حتى موجودين في كل فرق الدوري، اسامي مميزه جدا. قول لي يا كابتن، بتفكر ازاي في مركز حراسه المرمى في نادي الزمالك في قطاع الناشئين؟ بتحضر له ازاي؟ كمان عملت ايه في موضوع القيد ده لما اتقفل عليك؟ ما دي هتحله عندي ازاي؟ مشكلة، والله ده عندي مشكلة. قبل ما نتكلم على اللعيبة لازم نتكلم على المدربين، ان عشان تعمل منظومة متكاملة في حراسة المرمى بشغل تعليمي مدروس وعلمي، ان لازم تجيب مدربين حراسة المرمى اكفاء عندهم الطموح ان هم يتطوروا من نفسهم. لما يتطور انت المدرب على طول الحارس هيتطور لوحده. فاحنا عملنا استراتيجية معينة، بنشتغل ببرامج تدريبيه، بيستلم كل واحد فيهم برنامج التدريبي معاه حسب المرحله السنيه بتاعته. يعني كل واحد بيشتغل بالمرحله البرنامج التدريبي دوت حسب المرحله السنيه بتاع كل واحد. يعني ال 2001 ما ياخدش زي ال 2008 وال 2007 او ال 2005، لا ده شغل شغل وده ليه شغل، نفس الشغل بس ايه، بتقنين مخنن بشكل معين، على اساس ان هو الولد ما يبقاش حتى المدرب وهو بيلعب الكوره وهو بيشوط الكوره بيشوط بحنيه او بشكل على قد اللاعب اللي هيشوط عليه نفسه الشيء. يعني مثلا 2008 مش هيجيب المدرب ذات نفسه اللي هو اللي بيدرب مش هيشوط بنفس القوه اللي هو بيشوط بيها لل 2001. بيبقى في سنس في التسديد او في سنس في الشغل، وبعدين ما بيبقاش في تكرار. المهم مش في التدريب هو الكيف وليس الكم. المهم ان الحارس مرمى ما يطلعش تعبان، يطلع مستفيد باقل الامكانيات اللي احنا بنشتغل عليها. ليه نادي الزمالك بقى مميز في المركز ده كابتن من قطاع الناشئين، وحتى لما بيوصلوا فريق اول ليه عندنا الميزه في الحته دي؟ عشان احنا بنشتغل بعلم وبنشتغل شغل، كلنا بنشتغل كتله واحده مع بعض، مفيش حد بيقدر بيسرد لوحده. يعني انا مفيش عندي مدرب ينزل الا مع وحده التدريب، وحده التدريب بتاعته بتيجي قبلها بنص ساعه، بيجي كل مدرب قبلها بنص ساعه بيكون قاعد معايا وبنقعد مع بعض نشتغل، شوف ايه اللي الشغل اللي اشتغلناه، ايه اللي اشتغلناه الاسبوع كله، في ايه اللي احنا نسيناه ما اشتغلناهوش، وبعدين بنشتغل على الاخطاء، ما بنشتغلش عشوائي. طب واختيار الحراس؟ اختيار الحراس عن طريق المباريات او الاختبارات اللي احنا بنعملها. احنا عندنا حراس مرمى، انا بقول لك من هنا بسجل ان انا لمده 20 سنه وده على مسؤوليتي انا، نادي الزمالك مش هيحتاج حارس مرمى. انا عندي كميه من الحراس الممتازين، الحراس هم اللي شايلين نادي الزمالك دلوقتي في المباريات رغم عدم القيد اللي موجود السنه. الحمد لله. لا هو مش كتير عدد القيد، انا عندي مقيد اوريدي بقالي سنين انا شغال معاهم، عشان كده بداوا الحمد لله بيتطوروا. انما في ثلاثه اربع لعيبه حراس مرمى جبناهم جداد، دول بيتمرنوا معانا بس مش مقيدين. ده عن نتيجه ان عدم القيد اللي احنا متوقف عندنا ده هو اللي وحشنا، فاحنا موجودين. ورغم ان هم مغتربين والنادي الزمالك برضه نايمين في المعسكر بتاع نادي الزمالك، السكن بتاع نادي الزمالك، وبياكلوا ويشربوا وعايشين زي المقيد بالظبط لحد ما القيد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، يا ريت نتمنى.